معايا دكتور أسامة عبد الحي، أمين عام نقابة الأطباء. مساء الخير دكتور أسامة. أهلا وسهلا دكتور عمرو، أهلا بيك. مش عارف إذا كنت حضرتك مر عليك هذا البوست اللي كتبه أحد الأطباء ولا لا، الأطباء اللي يعني قال إنه عالج في فترة من الفترات الدكتورة نوال السعداوي. الحقيقة أنا سمعت عن البوست ده، وأنا ليه عتاب شديد على الطبيب اللي كتب ده، لأنه ليس من حق الطبيب أبدا إفشاء أسرار المرضى بتوعه. لو عايز يتكلم على حالة معينة يعني مثلا علشان يفيد الآخرين ما يذكرش الاسم، إنما لو ذكر الاسم لا يجب أبدا أن يقول على أي حوار دار بينه وبين المريض. وإحنا فاكرين قوي اللي كان نشر صورة ليه هو والفنانة شادية في آخر أيامها، وأسرة الفنانة شادية يعني غضبت جدا ورفعت قضية على الطبيب ده، كان وهو بيعالجها صور نفسه سيلفي معاها. دي مسائل يعني منافية تماما لأداب المهنة، وأنا بهيب بكل الزملاء الأطباء الالتزام الشديد والمطلق بأداب المهنة. الحقيقة غير مقبول أبدا إفشاء أسرار أي مريض حتى لو كلام بسيط. دي مسألة لابد أن تحترم، والغالبية العظمى جدا من الأطباء بيحترموا ده. طيب هو رد اللي هو الدكتور اسمه محمد محسن، بيقول في بوست تاني اهو يعني على الشاشة، بالنسبة لآخر بوست اللي هي بتاع الدكتورة نوال السعداوي، وردا على اللي بيقول ان انا دكتور وبفشي اسرار المهنة وما عنديش ضمير، الرد الموجز: دي مش اسرار، دي حياتها اللي كانت بتفتخر بيها ورسالتها اللي كانت مؤمنة بيها وبتقولها يوميا في المؤتمرات والبرامج والكتب والجرائد وهكذا، وكل الكلام والحوار ده. يعني هو مصر على هذه المسألة، بيقول ان دي مش اسرار المهنة، دي مش اسرار. يعني لما الدكتور بيقول في البوست الاولاني ان كان عندها جلطة في المخ واثرت على الجزء الشمال وانا كنت رحت لها وقالت لي وما تاخدش مني فلوس، وده كله لا يعد سرا في عرف الدكتور صاحب هذا البوست. لا، الحقيقة دي مكابرة ملهاش معنى. يعني الإنسان دايما لما يخطأ أو يجانبه الصواب المفروض يقول والله أنا آسف على البوست اللي فات، أو أنا جانبني الصواب، أو ما كانش المفروض أكتب كده. إنما المكابرة وإنه الواحد يصر على خطأه ده الحقيقة أسوأ من إنه يخطأ أول مرة. نعم دكتور أسامة، يعني البعض برضو عتب على نقابة الأطباء إنها لم تنعى دكتورة نوال السعداوي. والله شوف يا دكتور عمرو، انا زعلان جدا جدا لما تردد ان النقابه ترفض نعي الدكتوره نوال السعداوي. هذا غير صحيح بالمره، النقابه لا رفضت ولا ايدت. احنا لم نطرح هذا الامر للتصويت، يعني انا سمعت كلام كتير قوي انه كما لو كان حصل تصويت جوه مجلس النقابه والتصويت كان نتيجته رفض النعي. هذا لم يحدث بامانه شديده جدا. أنا بقول لك يا أستاذ عمرو وأنا أمين عام النقابة، هذا لم يحدث على الإطلاق، وإحنا كنقابة أطباء نقابة مهنية ليس لنا موقف ضد أو مع الدكتورة نوال، مع الدكتورة لكن نوال. البعض الدكتور أسامة ربط إنه يعني في النهاية أنتم يعني حضرتك بتقول إن أنتم لم ترفضوا ولم تؤيدوا نعي، لكن البعض تذكر أنكم نعيتوا مثلا الله يرحمه الدكتور عصام العريان القيادي في جماعة الإخوان. ما أنا هقول لحضرتك، أولا الأول أكمل لك معلش، إحنا خدنا قرار من فترة كبيرة يمكن من بعد نعي عصام. أنا جيت أمين عام في شهر 10 اللي فات، إحنا في شهر 10 من كل سنة بيعاد تشكيل هيئة المكتب اللي هو اختيار انتخاب وكيل وأمين عام وأمين صندوق وما إلى ذلك. أنا جيت أمين عام في شهر 10، إحنا واخدين قرار بإنه ننعي لإما شهداء الكورونا أو اللي ليهم إسهامات في المجال الطبي، يعني حد زي الدكتورة رجاء منصور مثلا اللي أسست مركز أطفال الأنابيب، أول مركز في الشرق الأوسط مع الدكتور أبو الغار والدكتور جمال أبو سرور، رواد المهنة. الدكتورة نوال السعداوي إسهاماتها كانت في مجال الثقافة ومجال الأدب. بس يعني ألا تعتبر يا دكتور أسامة، أو لا تعتبروا أنتم في النقابة معركتها ضد ختان الإناث اللي بدأتها من الخمسينات وحتى اليوم، ومجلس الشيوخ اللي بيشدد العقوبات الآن على من يقوم بختان الإناث، لا تعتبروها يعني إنجاز؟ ده إنجاز طبعا، وأنا كنت مبسوط قوي أنت بتقول ده في المقدمة بتاعتك،
لانه ده من اهم الحاجات اللي يعني لابد ان يعني النقابه ليها موقف واضح ضد ختان الاناث، وده موضوع موجود في مصر معشش في مصر بطريقه يعني غريبه جدا جدا جدا، انه حتى الان رغم كل جهود الدوله وتشديد العقوبه اللي كان في مجد الشيوخ ده، العقوبه طالعه بقى لها كذا سنه يا دكتور عمرو، وتم حبس حتى العقوبه وصلت للطبيب او اللي يجري ختان واهل الطفله اللي ودوها تتختن، وده حصل في الواقعه بتاعه سوهاج لما الطبيب اتحبس هو وابو الاطفال الثلاثه البنات اللي وداهم. ده جميل جدا، ده مش من انجازات او من المعركه اللي خاضتها الدكتوره نوال السعداوي من الخمسينات وحتى الان؟ ده كان في ناس في الخمسينات والستينات يعني بيكفروها، وناس رجال دين يعني يعتبروا انه مساله الختان الاناث دي مساله يعني شرعيه وكل حاجه. احنا ضد التكفير وضد لباس ختان الاناث لباس شرعي. ختان الاناث عاده حقيره جدا وعاده مرتبطه بوادي النيل، ملهاش اي دعوه بالاسلام. ختان الاناث مش موجود في السعوديه، مش موجود في الدول بتاعه العديد من الدول الاسلاميه ما فيهاش ختان اناث، ده حاجه خاصه بمصر والسودان. ومحاوله يعني الحقيقه انت تذكر ان كان في قوافل في السنه بتاعه مرسي، كان في قوافل بتمر في القرى تعمل ختان مجاني. احنا في مأساة، هذه عادة اجتماعية وعادة ضارة جدا بجسد الفتاة، ودي عادة احنا رافضينها تماما، ولكن واضح انه عايزه جهد رهيب من كل مؤسسات الدوله. جميل، بس ارجع لنفس يعني الموضوع الاصلي دكتور اسامه، يا دكتور يعني عمرو، ده لا تستحق الدكتوره نوال؟ لا، ده مش لما بتكلم على انجاز طبي بتكلم على اكتشاف طبي، تأسيس مدرسة جراحية، تأسيس مدرسة في علم في طب هي يعني المدارس الطبية وتأسيس والاكتشافات العلمية لحماية الأرواح، يعني هي حمت نفوس، ويمكن النفوس في بعض الروايات أكثر من الأرواح. يعني أنا موقفي الشخصي مع يعني غير موقف النقابة، موقف النقابة والنقابة أدركت انه كان خطا شديد، واحنا ما كنا كان في انقسام شديد ساعه نعي عصام العريان، انه ده موقف سياسي وكان خطا نعيه، ومعظم الزملاء اللي كانوا صوتوا ساعتها لصالح نعيه ادركوا خطاهم، لانه حصل انقسام بين الاطباء على اساس مين مع النعي ومين ضد النعي، مش انقسام على مثلا مين مع التطعيم ضد الكورونا ومين ضد مع ضدها. يعني احنا عايزين الانقسام اللي يحصل في النقابه يبقى على اساس قضايا مهنيه مش قضايا سياسيه او قضايا ثقافيه. نعم. لانه ممكن جدا يبقى في زملاء اعزاء كتير واقفين في الجانب ده او في الجانب ده. نعم. ولكن كلنا زملاء اطباء وكلنا ملتزمين بلائحه اداب المهنه بتاعه النقابه. اتفضل يا دكتور اسامه، اتفضل. لم يحدث اطلاقا ان النقابه خدت قرار لا برفض ولا بنشر نعي للدكتوره نوال السعداوي ربنا يرحمها ويجعل الحاجات الايجابيه اللي عملتها في صفها. والمعركه ضد الختان طبعا معركه احنا بنقدرها جدا وبنحترمها، وانا يعني متفق مع كل كلام اللي حضرتك قلته الحقيقه. ربنا يرحمها الف رحمه، والناس تبقى عارفه ان نقابه الاطباء نقابه مهنيه بتبعد تماما عن اي مشاكل تعمل انقسام بين الاطباء على اساس لا ديني ولا سياسي ولا ثقافي. اشكرك شكرا جزيلا دكتور اسامه عبد الحي امين عام نقابه الاطباء، بس يعني المساله تبقى او الحقيقه انه النقابه لم تنعى دكتوره نوال السعداوي. كل الرحمه لروح نوال السعداوي.